بسم الله. عشان الف حوالين الاشكال ديت ابص من كذا اتجاه، ممكن اختار امر اربط من هنا اوت، وممكن اختار فري اوربت، ده لوك ات، ابص على جزء معين من المشروع. يعني مثلا لو احنا دلوقتي كده في 3 دي عايز اشوف الجزء دوت، وبقول له لوك ات، واروح مختار الجزء دوت الواجهة ديت، فبيروح مديني ان انا ابص من الواجهة ديت. تمام. عشان اعمل احرك المشروع مثلا فوق او تحت او يمين او شمال، بختار الهاند ديت البان، وابدا الف في المشروع. اختار تبقى مثلا الجزء دوت، عملت هنا زوم، عايز جزء تاني اروح محركه لحد ما اوصل الجزء اللي انا عايزه. وده ان انا اقرب وابعد، ان انا اعمل زوم، لما اطلع فوق يبدا يبعد، انزل تحت يقرب الشكل مني. هنا فت بيروح مالي الشاشه بالاشكال اللي موجوده. يعني لو حطينا جزء بعيد، اقول لكم مثلا سلندر او سفير، سلندرايات. تمام. هبدا ارسم. تمام. اقول له اعمل لي فيت، يروح جايب الاجزاء كلها ابدا اشوفها. تمام. بعد كده هندخل على الديسبلاي سيتنج، ممكن اقول له مثلا عايز فيجوال ستايل شديد، لا ده انا عايز شديد وذ هيدن ايدج، بيبدا يظهر لي الحواف. ده انا عايزها مثلا شديد وذ فيجوال ايدج اونلي، بحيث ان هو ما يظهرليش الخطوط اللي الناحيه التانيه. الاختيار الاولاني كان بيظهر لي الحدود اللي هي ايه المفروض مختفيه عني، فحسب الحاجه اللي انت محتاجها هتلاقيها. واير فريم تشوف الخطوط الخارجيه بس، ما تشوفش بقيه الشكل. المش ديسبلاي فات الانفايرمنت، عايز مثلا دارك سكاي جراي بالشكل دوت. الفكت شويه مؤثرات، عايز تشوف الجراوند بلين ولا لا، الشادو، الكاميرا عايز تبقى فين، اورثو ولا برسبكتيف. تمام. ده فول سكرين بحيث ان انت ما تشوفش حاجه غير مساحه العمل. تمام. هنا الجريد، عايز تشوف الجريد ولا ما تشوفوش، يعني ممكن اقول له مثلا لي اوت جريد انا مش عايز اشوفه اهوت. تمام. هنا ممكن تقول له انا عايز مالتيبل فيوز بحيث تبقى شايف 4 اتجاهات. تمام. وتقول له مثلا من هنا انا عايز هنا مثلا اشوف شديد، عايز اغير الكاميرا زي ما انت عايز، او تقول له انا عايز سنجل بس بالشكل ده.